اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اتش 120. النهارده هنجاوب على السؤال ايه هي اهم الشخصيات الكنسيه في القرن الثالث الميلادي. في شخصيات كتير عظيمه في القرن الثالث الميلادي، لكن هنركز فقط على شخصيتين. الشخصيه الاولى هي البابا ديونيسيوس بطريرك اسكندريه ال14. البابا ديونيسيوس قال عليه القديس اثناسيوس الرسولي ان هو معلم الكنيسه الجامعه، لانه قاوم الكثير من الهرطقات وكتب العديد من الرسائل والكتب. اتولد البابا ديونيسيوس سنة 190 ميلادية في عيلة وثنية، وهو كمان كبر وكان طبيب ناجح وكان بيعبد الكواكب على مذهب السابقة. وبعد فترة بيقع في ايده مجموعة من رسائل القديس بولس الرسول، بيقراها وبتأثر بيها جدا وبتقوده الى التحول المسيحية، وبيتعمد على ايد البطريرك ديمتريوس الكرام. بعد فترة وبعد نياحة البطريرك ديمتريوس الكرام بيتعين مدير لمدرسة اسكندرية تقريبا سنة 232 ميلادية في عهد البابا يوروكلاس، وبعد نياحة البابا يوروكلاس بيجلس على كرسي الاسكندرية كالبطريرك ال14 على كرسي الاسكندرية. البابا ديونيسيوس حارب الكثير من البدع والهرطقات، منها مثلا بدعة بولس الساموساطي، بدعة سابيليوس، وبدعة النوفاتيين، وبدعة نيبوس اسقف الفيوم اللي كان بيقول ان في حكم الفي للمسيح على الارض. البابا ديونيسيوس واجه اضطهاد داكيوس سنة 250 ميلادية تقريبا، واضطر للهرب. وفي الاضطهاد اللي بعديه في عهد الامبراطور فاليريان بيتم نفيه. وبعد رجوعه من المنفى بيثبت شعبه وبيتنيح تقريبا سنة 264 ميلادية بعد شيبة صالحة، وبعد ما ساب لنا الكثير من الكتابات والرسائل، ولكن للأسف معظمها مش موجود دلوقتي. الشخصية الثانية اللي هنتكلم عليها في القرن الثالث هي القديس كبريانوس أسقف قرطاجة. القديس كبريانوس أسقف قرطاجة يعتبر من أعظم أساقفة شمال أفريقيا. اتولد القديس كبريانوس تقريبا سنة 200 ميلادية، برضو من أسرة وثنية، وهو نفسه كان وثني. وفي بعض القصص بترجح ان هو نفس الشخصية اللي عايشت القديسة يوستينا وذكرت في القصة بتاعتها. بيتحول المسيحية في سن كبيرة، تقريبا هو عنده 46 سنة، وبعديها بسنتين بيجلس اسقف على مدينة قرطاجة. ومدينة قرطاجة من اكبر المدن في شمال افريقيا، وبيكون تحت مجموعة كبيرة جدا من الاساقفة، وبيرأس الكنيسة لمدة 10 سنين بس. ولكن هذه ال10 سنين اللي مرت على الكنيسة في شمال افريقيا كانت من اصعب الفترات. فمر في ال10 سنين دول الاضطهاد بتاع داكيوس حوالي سنة 250 ميلادية، وكان ليه دور في تثبيت الكنيسة. كمان مر على الكنيسة في شمال افريقيا مرض الطاعون، وكان ليه دور كبير جدا في تثبيت المؤمنين. القديس كبريانوس قاوم الكثير من البدع والهرطقات، ومنها موضوع مثلا قبول معمودية الهرطقة اللي كان فيه خلاف كبير جدا ما بينه وبين استفانوس اسقف روما على هذا الموضوع. وعقد القديس كبريانوس مجمع في قرطاجة سنة 257 ورفض في معمودية الهرطقة، والمجمع اوصى بمفروض باعادة معمودية الهرطقة مرة تانية، او معمودية اللي عمدوا على ايد الهرطقة. وفي اخر حياته بيتعرض للاضطهاد في عهد الامبراطور فاليريان، وبينال اكليل الاستشهاد سنة 258 ميلادية. وهم دول كانوا شخصيتين من اهم الشخصيات اللي عاشت في القرن الثالث واثرت في تاريخ الكنيسه. تقدروا تتابعونا وتتابعوا الحلقات اللي بنقدمها على اللينكات اللي بتظهر على الشاشه. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج اتش 120.